اهلا بيكم في حلقة جديدة مع مجدي خليل، النهارده هنناقش الاحداث الاخيرة المظاهرات العراقية، ما الذي يجري في العراق؟ وهل بدأت نهاية نظام ما بعد 2003؟ العراق وطريق الآلام من صدام إلى المالكي، ومن خميني إلى خامنئي، ومن جمهورية الخوف إلى جمهورية ولاية الفقيه، هذا ما سنناقشه سريعا في هذه الحلقة. الأسبوع من الأول من أكتوبر بدأت مظاهرات حاشدة في العراق بالتحديد في القسم الشيعي في مكان الشيعة مظاهرات هي أقرب إلى أن تكون شيعية خالصة قوبلت هذه المظاهرات برد فعل عنيف جدا جدا سقط حتى حتى الآن تقديرات 165 إلى 180 قتلوا ووفقا لتقديرات وزاره الداخليه العراقيه نفسها 112 واحد اتقتلوا واكثر من 6000 واحد جريح الكثير منهم مرشح ان ينضم الى اعداد القتله هذه المظاهرات لم تكن الاولى في العراق بعد الغزو الامريكي سنه 2003، لكن حصلت 2012 و2013 مظاهرات ودي كانت بعد كده حاضنه لداعش هي نتجت عنها داعش وحصلت مظاهرات في 2015 وحصل مظاهرات في سبتمبر 2018 نتج عنها اكثر من 30 قتيل وهذه المظاهرات هي الاقوى والاشمل والأع والاوسع منذ الغزو الامريكي للعراق سنه 2003، هنعرف ليه اسباب هذه المظاهرات، ايه اسبابها؟ ليه اندلعت هذه المظاهرات؟ اول سبب لاندلاع هذه المظاهرات هو الفساد الواسع المتوحش في العراق لدرجه ان حيدر العبادي رئيس الوزراء اللي قبل ده على طول قال ان محاربه الارهاب محاربه الفساد اخطر واصعب من محاربه الارهاب. يعني طبعا اخطر لان ممكن يتقتل اللي الفساد يتقتل نفسه العباد واصعب اصعب جدا لان التفشى الفساد في العراق حتى اصبحت العراق من أسوأ عشر دول في العالم في الفساد ده انعكس طبعا على معاناة البشر تخيلوا 90% من اطفال العراق في سن الدراسة هم خارج النظام التعليمي وطبعا اقدر اقول ارقام كتيره جدا على المعاناه رغم العراق دوله غنيه جدا المفروض دوله غنيه جدا المفروض تاني سبب لهذه المظاهرات هو الاحتجاج على النفوذ الايراني الواسع اصبحت العراق وكانها تابعه لولايه الفقيه الايرانيه بجد يعني اذا كان المظاهرات قبل كده كانت التمرد القاعده ثم داعش كانت تمرد على السنة تمردوا على الشيعة فإن هذه المظاهرات هي تمرد الشيعة على إيران يعني أنت مريت بمرحلتين مرحلة التمرد السني على الشيعة على حكم الشيعة ثم بدأنا في المرحلة الأخيرة لتمرد الشيعة على الحكم الإيراني ما نسميه الحكم الإيراني للعراق عشان كده بدأت الناس تستاء حتى الشيعة خلي الناس دلوقتي مهتمة لأن الشيعة هم اللي كانوا إيران هي اللي حضناهم هي اللي عملت وبعدين اتضح ان ايران مش مسألة العراق مش في زنها الايران عايزة تسيطر على العراق انها تبقى هي الطاب هي اللي تدير هذا العراق دولة كبيرة ودولة غنية ودولة تاريخية لا ايران عايزة تسيطر عليها فعشان كده حصل مجموعة المستقلة عملت استطلاع رأي يبين ان الشيعة الشيعة في العراق بدأوا ينفروا من ايران السنة اللي فاتت عملت استطلاع رأي اظهر ان انخفض تأييد العراقيين الشيعة لإيران من 88% من الشيعة كانوا بيأيدوا إيران عام 2015 إلى 47% بيأيدوا إيران في 2018 والسخط على إيران أيضا زاد بين الشيعة من 6% 6% بس كانوا ساخطين على إيران سنة 2015 إلى 51% من الشيعة حاليا في العراق ساخطين على إيران ده تطور كبير معناها تمرد على إيران رفض لإيران رفض للدور الإيراني وده كان واضح ان المتظاهرين حرقوا قاموا بهجموا على ثمان مقر لاحزاب اسلاميه تابعه اغلبهم الحزاب الاسلاميه العراقيه دي تابعه لايران وعلى مقر الحشد الشعبي اللي هي عملته ايران وعملته فيلق القدس وكده يعني وحرق المتظاهرين العلم الايراني وقطعوا صور خميني وكمان الشعارات في المظاهره كانت العراق حره وايران تطلع بره ده سبب الثاني لهذه المظاهرات الاحتجاج على النفوذ الايراني الواسع وعن اداره ايران للعراق بالريموت كنترول من طهران الحاجه, الحاجة السبب ما كمان مهم ان العراقيين ساخطين على نظام ما بعد 2003، النظام اللي تكون بعد 2003 ده بعد الغزو الامريكي، العراقيين كانوا متصورين اسقاط صدام حسين هيعيشهم بقى في جنه وديمقراطيه لقى شكل مشوه جدا جدا من نظام طائفي ونظام فاسد ونظام متصل بايران وحصلت مشاكل فطبعا هم بيتظاهروا زي كل المظاهرات اللي في الشرق الاوسط عندهم ازمه مع النظام. دلوقتي عندهم أزمة مع النظام المظاهرات الربيع العربي كانت عندها أزمات مع النظام العراق عندهم أزمات مع نظام ما بعد 2003 لكن ال ال الأشياء اللي قصر قسمت ظهر البعير دايما في حاجة كده تروح مطلعة الناس دايما في تونس حصل لما أبو عزيزي مصر خالد مش عارف إيه. ايه مش عارف المظاهرات الأخيرة محمد علي إيه مش عارف مين في دايما المظاهرات هو بيكون تراكم الحياة دايما بتكون حاجة كده شرارة بت... لكن الواقع إن تراكم النفوس مليانة فبتيجي حاجة تخليها تنفجر القشة اللي قسمت ظهر البعير في المظاهرات العراقية الأخيرة إن هما رجل شيعي محترم جدا اسمه الفريق عبد الوهاب السعدي كان في منصب رئيس جه... جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب السعدي ده كان رجل مهني بروفيشنال عسكري محترف هو اللي قام بالدور الاكبر في القضاء على داعش في مصر عشان كده عملوا له تمثال هناك بعد ما سقطت داعش في 2017 عملوا تمثال لعبد الوهاب سعد الناس مش الحكومه الناس عملت له تمثال لانه قام بمجهود خطير هذا الرجل لما قامت الحرب على داعش وبدات الحرب الولايات المتحده الامريكيه عملت فرقه اسمها الفرقه الذهبيه وهو كان رئيس هذا الفريق الفرقه الذهبيه دي لمت نخبه النخبه ودربوهم تدريب على اعلى مستوى وعلى حرب الشوارع وعلى وعلى وهم دول اللي كان لهم الدور الاكبر في هزيمه داعش في 2017 ال طبعا اول حاجه بيكرهها نظام ايران في عبد الوهاب السعدي ان هو مستقل زي اياد علاوي شيعي هم يكرهوا اي شيعي مستقل عنهم ايران لازم يبقى شيعي تابع لاي قياده سياسيه شيعيه في العراق لازم تبقى تابع لنا او عميل لنا بمعنى صح عبد الوهاب السعدي اياد علاوي وغيرهم دول شيعه ولكن مش مع... مش تاب... مش بيدوروا في فلك ايران، ده راجل عسكري محترف بيقوم في دوره ويعرف قيمه العراق ويعرف بلده. جام بامر ايراني في سبتمبر 2019 شالوه من رئاسه جهاز مكافحه الارهاب وراحوا حطوه في منصب شرفي كده في وزاره الدفاع والناس انفجرت، ليه قال لك ايه بقى؟ ايران قالت اصل هو راح ياخد فيزا من السفاره الامريكيه في بغداد عشان يلقي محاضره في جامعه هارفرد. ايه يعني يلقي محاضره في جامعه هارفرد؟ ما هو راح السنه اللي فاتت برضه 2018 سافر برضه والقى محاضره في جامعه هارفرد. هم خايفين من اي شخص عنده علاقات دوليه او لا يسير في الفلك الايراني، ده راحوا اقلوا وبالتالي وبالتالي اندلعت الم... ده السبب المباشر لمدلعة المظاهرات ايه سمات المظاهرات العراقية اللي حصلت يعني نشوف سمات المظاهرات العراقية تلاقيها تتشابه مع مظاهرات ما يسمى بالربيع العربي لان الناس دي عندها ب... يعني الجزء الواعي الجزء الواعي في الشباب هو اللي بيقوم بهذه المظاهرات المظاهرات العراقية الاوسع والاكبر في تاريخ العراق من 16 سنة كان قام بها شباب مظاهرات شبابيه زي حاجات الربيع العربي برضو. تنطلق من ساحه التحرير من مكان وتنتشر في باقي جنوب العراق كله ويعني يعني بمعنى اصح زي كل المظاهرات ايضا تبدا في مدينه وتنتشر في مدن اخرى ثم تتسع. ليست مرتبطه باي جهه خارجيه. دول عراقيين شيعه محض. ما لهمش اي علاقه باي جهه خارجيه، ده لو لهمش علاقه بجهه خارجيه المفروض تبقى ايران، هم ضد ايران. ليس لها قياده موحده زي كل المظاهرات ايضا اللي بتقوم في دول الانتفاضات الشباب تبدا بمطالب اقتصاديه دايما الم... كل ال... كل ثورات الربيع العربي بدات بمطالب فئويه واقتصاديه وحاجات حياتيه وبعدين انقلبت الى رفعت سقفها الى السياسه الى اسقاط النظام الى تغيير الحكومه لان لان في الاخر خالص ده متشابك مع ده ما تقدرش تفصل ده عن ده زي كل انتفاضات الربيع العربي هي انتفاضات السوشيال ميديا لما قطعوا الانترنت على العراق وكانوا بيت... كانوا بيصوروا بالموبايل ويبعتوه لبعضهم وبيتاعوا يعني هي انتفاضات السوشيال ميديا لان الاعلام الحكومي دائما والماده الحكوميه والسيطره الحكوميه على المجال العام بيخليهم يتجهوا الى السوشيال ميديا كفضاء كفضاء رحب. طبعا كما قلت هي م... مظاهرات شيعيه، السنه ما قاموش بها دي 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 ورغم انها مظاهرات شيعيه لم ترفع اي شيء مذهبي، مفيش حاجه مذهبيه، مفيش حاجه شيعيه، مفيش حاجه دينيه، مفيش شعارات دينيه، مفيش كلام زي كده. كده. غاب عنها التيار الصدري، التيار الصدري ده جيش المهدي ده بيدمن الركوب على المظاهرات واستغلالها وعنده حاجه في دماغه مع ارتباطات اقليميه فاحسن حاجه ان ما كانش لها ارتباطات بقيادات عراقيه ولا باحزاب عراقيه ولا بجيش المهدي ولا بمقتضى الصدر ولا كده. هي ترجمة لاستياء مجتمعي واسع. 83% من العراقيين في استطلاع رأي قالوا أن الفساد متوحش في العراق وأنه يزداد سوءا سنة بعد سنة. يعني في استياء مجتمعي واسع، المظاهرات بتعبر عن وجدان الناس، الناس العادية حتى بتعبر عن ما يسمى بالأغلبية الصامتة. الأغلبية الصامتة بتحس أنهم اه بيعبروا عننا، فبتلاقي قبول مجتمعي. هذه المظاهرات ايضا في العراق كانت مستقلة عن صراع المحاور لا محور اخواني ولا محور شيعي ولا محور ده ده احنا مستقلين عن كل حاجة احنا مجموعة عراقيين هويتنا عراقية بنرفع مطالب عراقية لصالح العراق من اجل العراق ومن داخل العراق وبدون ارتباطات باي قوة اقليمية او قوة او حزبية داخل العراق او قوة سياسية داخل العراق احنا مواطنين فقط ومن حقنا في المواطنة ان نتظاهر ومن حقنا ان نستاء ومن حقنا ان نطالب تغيير الاوضاع حركة مدنية ما فهمش حركة اللي بتضايقهم انها حركة مدنية الاحزاب الاحزاب الشيعية في العراق هي احزاب اسلامية والحكم نفسه ديني طائفي مختلط رديء لكن دي حركة مدنية اسمها سموا نفسهم الحركة المدنية يعني معناها ان احنا مش تبع الحاجات الدينية والطائفية والمذهبية والمحاور وكل ده دي اهم سمات للمظاهرات في العراق مين اللي قتل المتظاهرين انا قلت مات حوالي 165 واحد على الاقل و 6000 واحد جروح واللي ماتوا كانت طلقات مصوبة للرأس والصدر يعني ناس بتضربهم رسميا بتموتهم قناسة بيضربوا في الصدر وفي الرأس كده مفيش حاجة تانية الرأس يا الصدر ده كم ضخم جدا من العراقيين ماتوا في مظاهرات سلمية مظاهرات سلمية تماما سلمية مجرد اعتدت على بعض مقر الأحزاب الإسلامية لكن في جوهرها كانت مظاهرات سلمية مين اللي قتلهم؟ اللي قتلهم آه، رويترز خلينا بقى نشوف الـ الـ هتشوف مين اللي قتل الناس دي بقى بعيد بقى عن الكلام والطابور المندسه والفئه المندسه والناس اللي قتلت اللي قتل العراقيين واضحه رويترز قالت فصائل شبه عسكريه ذات نفوس كبير وتتمتع بدعم ايران تقف وراء الرد العنيف على المحتجين ده رويترز اني ايران اللي قتلته بمعنى ايران وعملائها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الميليشيات التابعة للأحزاب هي التي من قامت بقتل المتظاهرين بيقول أن الميليشيات التابعة للأحزاب اللي هي أحزاب إسلامية اللي هي أصلا تابعة لإيران هي اللي قامت بقتل كده أو كده بقى في الآخر إيران بمعنى كل التقارير اللي جاية من العراق بتقول أن إيران إيران وكمان لما تشوفوا تصريحات رئيس ما يسمى بالح... بال... الشعب ده الحشد الشعبي اللي هو صنعته ايران وتابع لفيلق القدس بيقول ما قام به الحشد الشعبي هو دفاع عن الدوله دفاع عن الدولة معنى ان احنا قتلنا الناس عشان ندافع عن الدولة وعن النظام التابع لإيران هو كله في الآخر خالص إيران المتورطة وكمان مش بس كده ده هددوا الناشطين فر كتير من الناشطين هم أسرهم لأن هددوهم رسميا بالتليفونات هنقتلكم هنقتل أسركم وأسركم كمان كتير منهم فر على كردستان في أربيل الملثمين اللي قاموا دول ده تبع ميليشيات هيجوا منين هيجوا ينطوا من من العالم هيجوا هينطوا منين بقى ما شاء الله جايين من العراق من داخل العراق تبع ناس ميليشيات عراقيه تبع ايران هي اللي قامت بالموضوع طبعا الاعلام العراقي التابع لايران وايران نفسها تكلمت على انقلاب على السلطه مؤامره خارجيه تامر سعودي امريكي اعداء محور المقاومه الفئة المندسه الطابور الخامس زي كل البروباجندا الكاذبه اللي بتطلقها الانظمه المستبده للدفاع عن نفسها ولتبرير قتل الناس لكن الواقع 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 من قتل العراقيين بالمئات في هذه المظاهرات السلميه هم يا اما ايران مباشره يعني بعتت ناس تقتلهم ملسمين مباشره يا اما ميليشيات تابعه لايران مباشره يا اما احزاب ميليشيات احزاب اسلاميه تدور في الفلك الايراني. نيجي بقى العراق ده للاسف الشديد وهذا جزء من محنه في محنه، العراق في محنه منذ ان بدا استلم صدام حسين سنه 1979 والعراق لم يرى يوما جيد اللي بيتكلموا عن العراق واللي بيقول لك دلوقتي في بعض الناس زي السنة. طبعا السنه ان احنا ندمانين على ايام صدام صدام حسين كان وحش كاسر وحش قتل ملايين من العراقيين اول بدات اول حاجه المحنه العراق بدات من صدام حسين من 79 سنه 79 استلم الحكم سنه 80 اعلن حرب على ايران استمرت من سنه 80 لسنه 88 قتل فيها ان لم يكن الملايين مئات الالاف وبعد كده بعد ما خلص سنة 88 ما صبرش سنتين وراح غزا الكويت سنة 90 وبدأت العراق في دوامة جاءت القوات الأمريكية طردتها ودمرت جيشه وبعد كده فرضت عليه حصار وبعدين جاء الاحتلال الأمريكي سنة 2003 كمل على العراق العراق دوامة طيب من هل بعد ما جاء الاحتلال الأمريكي سنة 3 و 2003 فاقت العراق من صدام حسين دخلت في كابوس أوسخ وأوسخ دخلت في حرب طائفية اولا اللي راحوا اقنعوا امريكا طلعت ان امريكا خدت خدعة كبيرة اوي اوي اوي, أوي, أوي. اللي راحوا اقنعوا امريكا بانها تضرب صدام طلع إنهم هم عملاء للايران وايران كانت متنسق معاهم إيه اسمه الحكيم والجلبي والمالكي والكل عملاء عملاء ايرانيين احمد الجلبي والمالكي وعبد العزيز الحكيم وكل دول عملاء ايران وبينسقوا مع كانوا بينسقوا مع ايران يجوا يتسولوا على ابواب البيت الابيض ان امريكا والكونغرس إن ساعدونا ان احنا اخزوا العراق دمروا العراق واعملوا دمروا نظام صدام دمروا ده وهم كانوا بينسقوا الكلام ده مع ايران مع ايران يعني المساله كلها كابوس كابوس طبعا لكن للاسف الشديد هذا الغزو جاء على هوى ومزاج جورج دبليو بوش للاسف الشديد وبالتالي ان كانت كان عوامل كثيرة تضافرت لهذا المشهد السيء اللي احنا فيه العراق من 2003 بعد كده طبعا العراق كانت دولة كبيرة بيحكمها أقلية سنية الشيعة هم الأغلبية لكن كان بيحكمها أقلية سنية زي سوريا أغلبية سنية بيحكمها أقلية شيعية والاثنين للأسف يسموا نفسهم حزب البعث جناح عراق وجناح والاثنين كانوا في عداوة رهيبة جناح حزب البعث العراقي وجناح حزب البعث السوري والاثنين دمروا العراق أقلية سنية برئاسة صدام تحكم دولة أغلبها شيعة، وأقلية شيعية علوية برئاسة حافظ الأسد وابنه بتحكم دولة أغلبها سنة. للأسف الشديد هذا المشهد. أول ما وقع طبعًا نظام صدام حسين انزعجت السعودية، انزعجت السعودية، انزعجت دول الخليج. حاجتين خلوا دول كل المنطقة تنزعج في وقتها ويخربوا النموذج العراقي. إن أمريكا قالت إن إحنا هنفرض الديمقراطية على العراق ومن الديمقراطية على العراق سنفرضها على الشرق الأوسط كله. الحاجة الثانية اللي أزعجت السنة إن الحكم السنة سقط في العراق. عملوا إيه؟ خربوا النموذج العراقي كله، حولوه إلى حرب مذهبية. إيران وسوريا بتدخل مقاتلين والسعودية بتدخل مقاتلين وتركيا كله لازم يتجمع في العراق عشان نخرب هذا النموذج. نخرب نموذج ديمقراطية العراق من ناحية، نحوله إلى حرب سنية شيعية من ناحية تانية السعوديه خلقت القاعده وساعدت في خلق داعش وكده الامير الامير نايف كان وزير داخليه بعد جاب الارهابيين من كل حته انتوا عاوزين تحاربوا تحاربوا السعوديه روحوا حرب الكفره الامريكان في العراق دخلوا مدام فلوس ومن هذه جه نواه ابو مصعب الزرقاوي ثم ابو بكر البغدادي داعش والقاعده وكل كل ده كل ده كل دول المنطقه تضافرت لقتل نموذج اندمقرطه العراق ولي الدفاع عن السنه السنه دفعه ده فكانت خراب مشروع خراب كله حتى لما ديفيد باتريس حب يقاوم القاعده ومصعب الزرقاوي عمل جه في السنه قال ما فيش حد يقاوم السنه الا سنه زيهم فعمل حاجه تجربه جميله جدا اسمها الصحوات جاب عشائر السنه وخلاهم هم اللي حاربوا القاعده ويسقطوها واسقطوا القاعده قبل داعش اهو اسقطوا القاعده لما اسقطوا القاعده ديفيد باترس قال للملكي كان رئيس وزراء العراقي قال له الناس دي تنضم للجيش لانهم قاموا دول قوه مدربه حاليا وقويه تنضم للجيش علشان الجيش يبقى اولا يبقى فيه توازن سني شيعي ثانيا انها مكافاه لهم على محاربه القاعده طبعا الملك اللي بياخد اوامره من ايران قال له نو لا لا هو مش عاوز السنه يبقى لهم قيمه ولا يبقى لهم دور نفس اللي ضافوا بعد كده الحشد الشعبي اللي هو اللي هو عباره عن ميليشيات ميليشيات ايرانيه صرف رفض يضيف القوات الصحوه اللي هي حاربت القاعده واسقطت القاعده لان لانه شخص متطرف مذهبي بشكل رهيب الملك ده له دور كبير 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 في تخريب العراق نور الملك قعد 8 سنين قرب الدنيا فيها فساد وميليشيات وتطرف مذهبي ودمار فاللي حصل ايه نفس بتوع الصحوات اللي رفض المالكي ان هم ينضموا للجيش تحولوا الى قوة داعش هم اللي عملوا داعش بعد كده السنة هم اللي عملوا داعش هم اللي رفضهم المالكي دول اللي رفض المصالحة الوطنية المالكي تحولوا الى داعش بعد 2017 طبعا جام لما غزت بقى داعش 2014 الموصل وقعت له الناس بالجيش بتاعهم النهار وكلام زي كده بقى المشهد اتعرى السنه بقى لهم دوله دلوقتي، لهم دوله فبالتالي تعرّى المشهد ايه تعرُّى المشهد بقي اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني ال 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 امريكا قال امريكا، بعد ما رفض توقيع معادله اتفاق معادله مع امريكا راح قال انقذونا امريكا. الملك قال انقذونا امريكا، الامريكان قالوا له عشان نرجع نحارب لك داعش لازم انت تسيب الحكم، انت لازم تسيب الحكم. فامريكا امريكا طبعا قالت له تسيب الحكم. سيب الحكم فراح ساب الحكم الملكي وجاء حيدر العباد المهم ده بيوضح لنا ان ان حصل تخريب كبير لممكن ان النموذج اللي كان ممكن يطلع منه العراق بعد 2003 ويبقى نموذج يقدم رول موديل للشرق الاوسط اصبح نموذج سيء جدا 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 ده يوضح لنا ايه هي سمات النظام العراقي الحالي اللي هو انشئ بعد 2003 بعد الغزو الامريكي اللي كان من المؤتمل ان يكون نموذجا ديمقراطيا شفافا ما فيهوش فساد كده كده ايه هو النموذج الحالي دلوقتي اللي تظاهر العراقيين عشانه سمات نظام ما بعد 2003 اول حاجه نظام فاسد جدا 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 العراق هي الدولة رقم 169 من ضمن 180 دولة في مؤشر الشفافية الدولية في قاع العالم في قاع العالم الأحزاب السياسية فاسدة، رجال الدين فاسدين، المؤسسات فاسدة، الناس كله فاسد نظام طائفي مذهبي نظام طائفي مذهبي على فكره جزء من المحنه ان هم الشيعة والسنة معا الاثنين الشيعة والسنة معا قضوا على المكونات الاخرى للاديان والاعراق زي الصابئه وزي المسيحيين انهم انهوا المكونات الصغيره في العراق وانفرد الغربان حرب سنه وشيعة مع بعض حرب مذهبيه رجعونا لموقعه الجمل تاني قضوا على الاقليات الصغيره بقت شبه معدومه في العراق و رجعونا لموقعة الجمل السنة في مواجهة الشيعة، ده هو الكراهية، رجعوا الكراهية 14 قرن، الناس الكراهية من جابوها من التاريخ، جابوا كراهية من التاريخ من عائشة ومعاوية لعلي رجعوها تاني في العراق، وبدا ده نموذج مذهبي. نموذج بنكهة دينية فاسدة، نكهة دينية فاسدة، بمعنى إن الأحزاب دينية، حزب الدعوة هو اللي بيحكم طول الفترة اللي فاتت من 2003. حزب ديني، الدعوة الإسلامية الشيعي، أحزاب دينية، هنا دينية، في عند الشيعة، عند السنة، مرجعيات دينية هي اللي بتتحكم، رجال دين فاسدين لدرجة إن في تقرير حتى للبي بي سي منذ أيام على إن إزاي رجال الدين الشيعة في العراق بيحللوا زواج المتعة من طفلة تسع سنين وست سنين وبيقبضوا بالتليفونات وطول الوقت يعملوا جواز متعة وعملوا ملايين الملايين مليارات على فكرة مليارات من هذه تجارة الجنس تجارة الجنس وتجارة الفساد وتجارة والميليشيات مفيش مفيش نظام ميليشياوي مفيش حد ملوش ميليشيا مفيش حزب سياسي ملوش ميليشيا ميليشيا عسكرية بتقتل في العراقيين وتقوم بأهدافها وتروع الناس وبيسرقوا من الميزانية مبالغ طائلة عشان يودوها للميليشيات يعني نظام فاسد غير كفر غير كفر ليه غير كفء لان الشلل شلل بتحكمه لان الولاء وليس الكفاءه الولاء للاحزاب الاسلاميه والولاء الاكبر لايران هذا هذا معيار اختيار السياسي في العراق حاليا الولاء للاحزاب الاسلاميه الشيعيه ثم الولاء الاكبر من وراء ايران نظام طبعا كما قلت مرتبط بايران ايران ايران هي هي اليد العليا في العراق نظام مليشياوي ديني مذهبي طائفي فاسد مرتبط بـ بـ بايران ده ده هو العراق تب شفنا المشهد ماساه العراق ماساه يعني فيها تفاصيل لا اول لا اخر مش عاوز اطول كتير لا فيها تفاصيل لا اول لا ولا اخر من 79 ل 2019 هي حقبه متصله من المآسي حقبه متصله من العراق دي من اغنى دول العالم من اغنى دول العالم العراق كانت من اغنى دول استلمها صدام سنه 79 من اغنى دول العالم ام انهار وارض زراعيه خصبه وبترول ضخم جدا جدا ثم ايضا ثم ايضا شباب كتير كانت كفء ومتعلم شوفوا دلوقتي 90 من الاطفال اللي في سن التعليم خارج النظام التعليمي كانت العراق كلها بياخدوا زماله لندن الاطباء وكانوا يتعلموا بره وكانت ثقافه وكفاءه وتعليم خرب خرب العراق تمام تخرب من 79 ل 2019 لم يهنأ العراق بيوم واحد ما فيش يوم واحد تهنى بيه العراق الى اين العراق زي كل دول الربيع العربي زي زي دول الربيع العربي كله المهمه لم تنجز بعد في حاجة كبيرة لازم تتعمل في العراق لازم يسقط نظامها بعد 2003 لازم تسقط المشهد الميليشياوي الحرب المذهبية الحزاب الإسلامية هذا المشهد القميء هذا المشهد الطائفي الميليشياوي لازم يسقط الناس طلعت صحيح ما أنجزوش كتير المرة دي يدهم شوية مطالب فئوية محدودة عشان يحيلوهم لا العراقي طالع في الشارع عشان أزمة نظام والمهمة لم تنجز بعد كل اللي طلعوا في في الشرق الاوسط طلعوا اللي في مصر وطلعوا في الجزائر وطلعوا في اللي وطلعوا في اليمن اللي طلعوا كلهم المهمة لم تنجز بعد ستطل تاني وتالت وستتكرر المظاهرات مرة وثاني 10 لحد ما يبقى في انجاز معقول للناس ما انجزش الملفات لم تغلق كل ملفات الشرق الاوسط لم تغلق لا تتوقعوا استقرار في الشرق الاوسط الملفات كلها ما اتقفلتش يجوا الاستبداد والقمع من هنا من هنا من هنا من هنا المحاور لسه شغالة الحروب المذهبية لسه شغالة حروب المحاور لسه شغالة المستبدين العسكريين لسه شغالين الفاسدين لسه شغالين الشعب متزمر في كل الدين الدنيا دي كلها متزمر وسيستمر متزمر لأن المهمة التي خرجوا عنها عليها في 2011 لم تنجز بعد والمهمة التي توقعوها من إسقام صدام حسين سنة 2003 لم تسقط بعد لم تنجز بعد وطالما أن هذه المهمات الرئيسية في تغيير شكل الأنظمة إلى أنظمة حديثة مقبولة شفافة كفءة الدولة للجميع دولة للكفاءات دولة للمساواة دولة للرفاه إن لم تنجز هذه المطالب فستستمر المظاهرات في كل انحاء الشرق الاوسط والعراق ليس استثناء، بل ان قمع هذه المظاهرات بهذه الوحشيه وبهذا الدم ستعود اكثر قوه وربما اكثر عنفا وربما اكثر عنفا، الناس مش الناس مش متصورين ان العنف ليس هو الحال، ان قتل الناس ليس هو الحال، هو سجن الالاف ليس هو الحال، ان القمع ليس هو الحال، ان استبداده هو ليس هو الحال، تكميم الافواه ليس هو الحال الحريه والديمقراطيه والكفاءه والمساواه للجميع والناس تتنفس حريه الناس تعيش الحياه الاقتصاديه القضاء على الفساد توزيع السلطه بشكل عادل كل هذه الحلول هذه الحلول لم تتحقق في اي من الشرق الاوسط وبالتالي الشرق الاوسط مستمر على فوهه بركان قوه تفجيريه شعبيه كامنه رهيبه زي البركان ستنفجر في اي وقت والعراق ليس استثناء من ذلك شكرا على متابعتكم والقاكم في حلقه اخرى جديده مع مجدي خليل